بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة دي هتبقى عبارة عن إثبات هنستخدمه في حل المسائل بعد كده. هنثبت إن السنترويد لاين على شكل ربع دايرة 2R على باي في الإكس و2R على باي في الواي، إكس بار سي ب2R على باي وإكس واي بار سي ب2R على الباي. هنشوف إزاي هنثبته. هناخد برضو هنستخدم الانتجريشن، هناخد قطعة من طول سمول سبيس من او طول صغير من الخط او الكيرف اهو، هناخد منه طول صغير هنسميه دي ال. الدي ال ده عبارة عن كوس كاسمه طوله دي ال. الكوس ده عامل زاوية اسمها او قياس مقدارها دي سيتا، وده طبعا اللي هو الار اللي هو نصف قطر الدايرة. يبقى طول القوس بيساوي الار نصف قطر الدايرة في الدي زيتا اللي هي زاوية الدوران. هذا طول القوس او الدي ال بيساوي الار نصف القطر في الدي زيتا. طيب كده احنا عرفنا ان هنعوض عن دي ال بايه. انا عارف ان الاكس بار بيساوي اكس بار دي ال على الدي ال، يبقى دي ال هعوض عنها فوق وهعوض عنها تحت بايه؟ ب ار دي سي ار دي سيتا. طيب الار ثابت، ايه المتغير؟ المتغير سيتا. الار ثابت، الار من الزيرو للنقطة دي بار، ومن الزيرو للنقطة دي بار، ومن الزيرو للنقطة دي بار، ومن هنا لهنا بار. طيب السيتا بتتغير من كام لكام؟ بتتغير من هنا من الزيرو لغاية ما توصل للتسعين، من الزيرو للتسعين. يعني هنا مثلا بزيرو، هنا بتلاتين، هنا بستين، هنا بتسعين. طيب يبقى ايه اللي المتغير؟ المتغير هو السيتا. يبقى انا هكامل بالنسبه للمتغير اللي هو السيتا. يبقى انا لازم برضو اخلي الاكس بار والواي بار داله في السيتا. طيب الاكس بار اجيبها ازاي بالنسبه للسيتا؟ الاكس بار هو الاكس السنترويد اللي في اتجاه الاكس اللي الاليمنت، ادي الاليمنت اهو، ننزل كده ادي الواي بتاعه، يبقى ده من هنا كده لهنا الاكس بار، ومن هنا كده لهنا الواي بار. الاكس بار ده او ده عبارة عن مثلث قائم، مثلث قائم اهو، ده اللي هو الار من الزيرو للدي ال، ده الار ودي الزاوية سيتا، وده الاكس بار. يبقى الاكس بار هيساوي الار في كوزين سيتا، الار في كوزين سيتا، لان الاكس بار هو المجاور للزاوية والمثلث ده قائم، يبقى الاكس بار هيساوي الار كوزين سيتا. طب والباي بار، والواي بار هو المقابل للزاوية سيتا، يبقى هيساوي الار في ساين الزاوية سيتا. طيب كده جبنا الدي ال بدلالة السيتا، والواي بار بدلالة السيتا، والاكس بار بدلالة السيتا. هنعوض بس، يبقى الاكس بار احطها بدلها الار كوزين سيتا اهو، وار كوزين سيتا، والدي ال نعوض بدلها بالار دي سيتا، بالار دي سيتا تحت برضو الدي ال بار دي سيتا. بعد كده حدود التكامل منين لفين؟ حدود التكامل انا بكامل بالنسبه للسيتا اللي هو المتغير عندي دلوقتي، يبقى من الزيرو لغايه ما اوصل لنهايه الايه الخط، من بدايه الخط من هنا لغايه ما اوصل لنهايه الخط اللي هو من زيرو ل 90. يبقى من زيرو لباي على الاتنين اللي هي 90، من زيرو لباي على الاتنين، ومن زيرو لباي على الاتنين تحت برضو، كله بالنسبة للسيتا من زيرو لباي على الاتنين، من زيرو لباي على الاتنين. بعد كده أنا عندي الأر ثابت، يبقى أضرب أر في أر وأطلع الأر بره، أر في أر بأر تربيع وطلعت بره أهو، والأر برضو هنا أطلعها بره هنا تبقى أر أهي. وبعد كده كوزين سيتا في دي سيتا أهو، ودي سيتا أهو، وحدود التكامل من صفر لاتنين باي. بعد كده الار تربيع مع الار هيديني ار واحدة، وكوزين سيتا هكاملها، كوزين سيتا تكاملها هيبقى ساين سيتا، تكامل الكوزين هيبقى ساين سيتا، وتحت تكامل الدي سيتا هيبقى سيتا. يبقى انا عندي دلوقتي ساين سيتا فوق وسيتا تحت، هعوض من صفر لباي على اتنين، يبقى ساين باي على اتنين بواحد ناقص زيرو بواحد. يبقى ايه؟ يبقى عندي انا عندي دلوقتي ايه؟ انا عندي اللي انا عرفت ان هو فوق دلوقتي اللي هو الار اهو. انا طيرت ار تربيع مع الار، يبقى بقى لي بقى معايا ايه بقى دلوقتي؟ الار بس. طيب كوزين سيتا تكاملها ساين سيتا، ساين 90 ناقص ساين 0، ساين 90 بايه؟ بواحد، ناقص ساين 0 بزيرو، يبقى مفيش حاجه اتغيرت. على تحت دي سيتا تكاملها سيتا، من صفر لباي على 2 يبقى باي على 2 ناقص 0، يبقى باي على 2 تحت ناقص 0،
يبقى الاتنين تطلع فوق، يبقى 2r على الباي. وكذلك بالنسبة للواي هاخد برضو الار في الار، تبقى ار تربيع بره من 0 لباي على 2 ساين ثيتا، هكملها هتبقى كوزين ثيتا وكوزين 90 ناقص كوزين الزيرو هيبقى ايه؟ كوزين 90 ناقص كوزين الزيرو، كوزين 90 بزيرو وكوزين الزيرو بواحد. انا عندي تكامل الساين بسالب كوزين، تكامل الساين بسالب كوزين يبقى ايه؟ من 0 لباي على 2 سالب كوزين 90 ناقص 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 يبقى زائد كوزين 0 اللي هو 1، يبقى هيبقى سالب كوزين 90 ب 0 ناقص اللي فوق ناقص اللي تحت ناقص كوزين 0 ب 1، وانا عندي هنا سالب يبقى ده موجب، يبقى هيبقى اديني في الاخر 1. وبعد كده برضو انا عندي الار اهو اللي هو ناتج من ار تربيع على ار ار، وساين اللي هو دي سيتا تكاملها يبقى سيتا، وعوض من باي على 2 لزيرو يبقى باي على 2 ناقص 0 باي على 2 تطلع على 2 فوق، يبقى 2 ار على الباي. طيب نشوف ازاي الساين والكوزين. هذا الساين اهو ساين سيتا تكاملها هيبقى سالب كوزين سيتا. طيب انا هعوض بقى باللي فوق ناقص اللي تحت، يبقى سالب كوزين 90 ناقص سالب كوزين 90 ناقص اللي تحت بقى. طيب اللي تحت، اللي تحت كام بقى؟ اللي تحت سالب كوزين برضو، سالب كوزين ايه؟ سالب كوزين الزيرو، سالب كوزين في سالب كوزين الزيرو ده يدينا ايه؟ ده بزيرو. طيب وده سالب في سالب بموج كوزين زيرو بواحد، يبقى في الاخر هيدينا 1، يبقى هي برضو الاتنين ار على باي واتنين ار على باي. كده الفيديو انتهى. لو عجب الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب القناة. ان شاء الله في الفيديو الجاي نطبق بقى على القانون ده ونحل مسائل باستخدام القانون ده.